عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: أهلك من كان قبلكم الغلو. هنا فيه زيادة حديث، زيادة ألفاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه ومن مزاياه على الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم، فلماذا لم يقل إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم؟ فهنا أوتي بالإظهار في مقام الإضمار، والأمثلة كثيرة. وهذا ما يسمى بالإطناب عند أهل البلاغة، وهو أن يؤتى بكلمة زائدة في السياق لإفادة معنى آخر. ومن أوجه الإطناب عند البلاغيين التكرار لإفادة التأكيد، هنا فيه تكرار من باب ماذا؟ من باب تأكيد الكلام على خطورة الغلو، فيكون الحديث في صدره وفي عجزه ذم للغلو وتحذير من الغلو، فإن في صدره قال إياكم، هذا تحذير من الغلو، وفي نهاية الحديث فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.